السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بالمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة. مرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. حديثنا هذا المساء عن مادة مهمة جدا ومفيدة لبناء صحتنا، ألا وهو السمك. يعتبر السمك من المصادر الغنية بالبروتين ومصدرا مهما من مصادر اليود والفوسفور، وهذه ضرورية للأسنان والعظام والدم، وهو مصدر مهم للكالسيوم. ويحتوي السمك على فيتامين ألف ودال، هذه الفيتامينات موجودة في كبد السمك. ولحم السمك لا يحتوي على أشباه السكر الجلوكسيدات، لذا يعطي أو يعطى لمن يتبع حمية غذائية. يقوم الفوسفور الموجود بالسمك خاصة أنواع السردين بتنشيط الذاكرة، وله دور مهم في بناء العظام. الأهم من كل ذلك وجود مادة الأوميغا 3 الموجودة في دهن السمك وجميع ثمار البحر. وعلى عكس الكوليسترول الذي يضر بصحة الإنسان، فإن احتواء دهن السمك على مادة الأوميغا يمنع إصابة الأجسام بالجلطات الدموية التي تصيب القلب والدماغ. فإن كانت الدهون الموجودة في الحيوانات من غنم وبقر تضر بالصحة، فإن دهن السمك مطلوب لصحة الجسم البشري، لأنه كلما كثر دهن السمك كثرت فيه مادة الأوميغا. وخلاصة القول، الأسماك تحتوي في جسمها على مادة الأوميغا 3. للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 05 37 66 17 أو 05 37 68 51 00، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج nakhlroman@snrt.ma. دكتور محمد الفايد، للسمك فوائد طبعا لا تحصى، سوف تحدثنا عنها وكيف نستفيد منها، لأن العديد من الأشخاص لا يأكلون السمك. مع الأسف الشديد. مع الأسف. بسم الله الرحمن الرحيم. فالسمك هو ما نعني به في علم التغذية اللحوم البيضاء، لأن السمك ليس له جهاز دموي. هذا يعني الذين درسوا علم البيولوجيا يعلمون، عنده ليباتراسيان كيعرفوا على أن هذه الحيوانات ذات الحرارة الباردة أو الحرارة المتغيرة، مش بحال الحيوانات اللي عندهم حرارة الجسم أو دم سخون. هادو ليزانيمو السونشو. فالسمك لا يصنف مع اللحوم، بمعنى هو لحم نعم، ولكن لا يصنف مع اللحوم وليس فيه أي خطر قبل أن نخوض يعني في التركيب. أي شيء، أول نصيحة هي أن السمك لا يضر، ولكن هناك فرق بين الأسماك وبين فواكه البحر، لأن ليس نفس الشيء. والفرق ما بين فواكه البحر والسمك هو أن الأسماك لديها عظام، أن لديها عظام، لديها عمود فقري. كل الأشياء التي لديها عمود فقري هي تصنف مع الأسماك، أو الأشياء الأخرى تسمى رخويات. هذه الأشياء اللي ما عندهاش العظام، فواكه البحر وتصنف رخويات. نتكلم عن الأسماك، والسمك هو اللحم الأبيض، لأن ليس فيه هيموغلوبين وليس فيه يعني هذا الجهاز الدموي عند السمك، لا غير موجود. وأصبحنا نسمع بعض التضليلات أن بعض لحوم الحيوانات أصبحوا يطلقون على اسم لحوم بيضاء، وهذا تضليل، أنا أقول تضليل. فإن كان هناك علم فنحن مستعدون. لا يمكن أن يكون لحوم بيضاء في البر، اللحوم البيضاء موجودة في البحر فقط، لأن كل حيوانات البر هي حيوانات لها دم ولها حرارة 37 حرارة جسم، وعندها هيموغلوبين ويتحرك. وأما أن يصبح اللحم أبيض لأن تقنيات الإنتاج الآن تغيرت وأصبحت تعطي لحوم بيضاء، فهذا لا يعني من في علوم التغذية أن هذه اللحوم ليست ضارة. اللحم الذي لا يسبب أي ضرر والذي يمكن أن نستهلكه كل يوم وثلاث مرات في اليوم هو لحم السمك. هذه يعني باش الناس يكونوا يعني مطمئنين. الأسماك معروف عليها أنها ليس فيها كوليسترول وليس فيها دهون مشبعة، بل فيها زيوت، وهذه الزيوت على عكس الدهون المشبعة الموجودة في الحيوانات، هذه الزيوت تحتوي على حمض الأوميغا 3 والفيتامين دي. نعم. فيتامين د، وهذا المكونان يعني فيتامين د وأوميغا 3 هما اللي كيحبسوا السرطان على الجسم. لماذا؟ لأن قليل من يعلم أن انخفاض فيتامين دي هو يهيئ الجسم
للسرطان. لماذا؟ إذا انخفض الفيتامين دي فالناس كيعرفوا غير هشاشة العظام، ما كاينش هشاشة العظام، كاين انخفاض المناعة، وكاين الاحتمال السكري، وكاين احتمال الإصابة بالسرطان، ثم هشاشة العظام، والمرأة الحامل لا تضع إذا كان مستوى الفيتامين دي منخفض، لا تضع هكذا طبيعيا بدون عملية قيصرية. الناس يعرفوا هذه المسائل العلمية المدققة. لحم السمك في حمض الأوميجا 3 وفيه دي، فيتامين دي، هذا الفيتامين دي اللي تلقاه مع حمض الأوميجا 3 طبعا مناعة الجسم ترتفع ولا يتعرض الجسم لسرطان. بمعنى أن الأشخاص الذين لا يستهلكون لحوم ويستهلكون السمك فقط، نعم فهؤلاء يعني احتمال ضعيف جدا للإصابة بالسرطان. لما أقول لحوم أخرى غير فأعني بها كذلك الدواجن، باش الناس يكونوا دي. لحم البقر والغنم والماعز والديك الرومي والدجاج وكل شيء، يعني الذين لا يستهلكون لحوم برية ويستهلكون سمك يعني يكون عندهم احتمال قليل جدا للإصابة بالسرطان. ولاحظ على أن مثلا مناطق الإسكيمو يستهلكون السمك بكثرة ولا يستهلكون أي سمك، ليس لديهم أمراض القلب والشرايين، وليس لديهم أمراض سرطانات، وليس نعم لديهم هشاشة العظام، وليس لديهم توتر عصبي، ما عندهمش استهلاك حالات الأسماك طلاق ولا حالات العراكات ولا شي حاجة ليس عجيب. غير موجودة. لحم السمك يعني فيه زيوت، والزيوت فيها فيتامين د وكذلك حمض الأوميجا 3، وهذا العاملان هما أساسيان للجسم. وبذلك ننصح المصابين بالسرطان والذين يتابعون علاجات بالشيموثيرابي والراديوثيرابي والذين لديهم أمراض خطيرة أخرى أن يستهلكوا السمك عوض اللحم، أن يمتنعوا عن أكل اللحوم وأن يستهلكوا سمك عوض هذه اللحوم. أفضل لهم. نعم، يخلو الكوليسترول، ليس هناك كوليسترول وليس هناك حمضيات مشبعة دهنية مشبعة في السمك، نعم. بمعنى أنه لحم نبات يعني عنده خصائص النبات، هو لحم حيوان ولكن عنده خصائص نبات سبحان الله تعالى سبحان الله. في هذا الخلق. نعم. السمك غني بالبروتينات، هذا معلوم. طبعا نحن لا نتكلم عن السعرات الحرارية وعن البروتينات وعن نعم. أشياء، هذه أشياء يعني أنت عفى عنها دائما طبعا، تقول أن من متجاوزة. المكونات القوية، عن يعني المكونات القوية هي التي نتكلم عنها. نعم. بروتينات طبعا السمك فيه بروتينات لأنه لحم، نعم. يوصل إلى 25 30% بروتينات. ثم هذه البروتينات ديال السمك هي بروتينات سهلة الهضم، سهلة الهضم. لماذا؟ لأنها غير مصحوبة بالدسم مشبع، بمعنى في المعدة أن السمك دغيا كيتهضم بسرعة. أن هذه البروتينات هي غنية بحمض التريبتوفين. كنعرفوا بأن في أمريكا الأشخاص ولاو كيشريو حمض التريبتوفين من صيدليات على شكل خالص، وهذا التريبتوفين هو مصنوع بطريقة البيوتكنولوجيا، وجميع الاشياء المصنوعه بطريقه البيولوجيه تزيد في عدد الايوزينوفيل في التحليلات الدمويه. يعني كيشوفوا الاطباء ان التحليلات ديال الدم كيكونوا الايوزينوفيلات، هذو الخلايا البيضاء ديال الدم، كيكون الايوزينوفيل كيكونوا مرتفعين، يعني التحليله كلها جيده ولكن الايوزينوفيل كيكونوا طالعين ملي كيكونوا الناس يتناولوا هذه الحمضيات اللي جايه من عن طريق بيوتكنولوجيا. حمض التريبتوفان يعطي في الجسم السيروتونين، والسيروتونين تهدئ الاعصاب. نلاحظ على ان الى حد الان عندنا فيتامين دي وعندنا الاوميجا 3 يهدئ الاعصاب وهو حافظ من السرطان، حافظ من كل شيء الاوميجا 3، رجعوا لي. ثم يزداد السيروتونين، مكون السيروتونين هو يهدئ يعني هرمون المزاج، نسميه هرمون المزاج، وكذا يهدئ الاعصاب. هذا السيروتونين نحن محتاجين لهذه الاشياء الان نحن طبعا محتاجين لهذه الاشياء هذه. اكيد. ثم فيه املاح معدنيه كما تفضلتي، نعم، مونغانيز ماغنيزيوم، في فوسفور بكثره، وكالسيوم، فعلا يعني مصدر كالسيوم فوسفور قوي، في قوي حديد كذلك، جيد، نعم، في فيتامين أ. وكنعرفوا ان الفيتامين أ هي من المضادات للأكسدة، وهي كذلك من حابسات السرطان. هذه لحوم الأسماك بهذه المكونات فيه اليود طبعا، ومكون اليود كنعرفوا الدور دياله على الغدة الدرقية، يعني مهم عنده جدا. منشط للغدة نعم. الدرقية، نعم. ومكون اليود كذلك يبرد الطبع، كذلك يضبط الأعصاب، لأن التمر الآن فيه فيتامين باء وفيه شوية ديال اليود كيضبط الأعصاب، ولكن السمك فيه سيروتونين وفيه حمض الأوميجا 3 وفيتامين دي وفيه فيتامين A. سبحان الله، كل الأشياء التي يحتاجها الإنسان في هذا العصر. إذا رجعنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن هناك آيات مختلفة تهم لحوم البحر، وأن الله سبحانه وتعالى كما يعني الحلقة السابقة تكلمنا فيها عن اللحوم، رأينا أن الشرع متشدد مع الحيوانات ولكنه ليس متشدد مع الأسماك. نعم. أن نلاحظ أولا، نستفيد من الآية التي جاءت في سورة الكهف، قال لفتاه آتنا غداءنا، الفتى ديال سيدنا يوسف موسى ملي كانوا مسافرين باش يقلبوا على سيدنا الخضر، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد خلقنا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هنا سيدنا موسى مسافر في البحر وحامل معه سمك، نعم، يعني عجيب، نستفيد
من هنا احنا سيدنا موسى مسافر في البحر والبحر فيه سمك، لا شهز مع سمك، كان عليه ياخذ دجاج ولا ياخذ يعني ارانب ولا ياخذ اشياء اخرى ياخذها معه، لا مسافر في البحر واخذ معه سمك. لماذا؟ لان اولا السفر كيكون مرهق، كيكون الانسان مضطرب متعصب وكيكون عياء، نعم، وكيكون الجسم ما كيهضمش ما يعني ليس في راحه. نعم اكيد. ونعم واكثر من ذلك السفر في البحر، نعم، السفر في البحر كيكون اشد من السفر في البر. أكيد. بمعنى ان اقصى حاله عصبيه كتكون الانسان ملي كيكون مسافر في الجو في الطائره، رغم الراحه رغم كل شيء، ولكن كيكون عصبيا مضطرب. ويعني والحاله القصوى في الاضطراب العصبي عند المسافر لما يكون مسافر بحرا، نعم، يعني الناس ما عارفينش هذه، ولكن يحاولوا ياخذوا يسافروا في الباخره لمده 6 ساعات و30 ساعه ويشوفوا يعني ماذا يقع لهم. ولذلك هنا المكونات اللي كتهدئ الاعصاب، نعم، هي كتغذي الجسم لان فيها بروتينات سهله الهضم، نعم، فيها املاح معدنيه كالسيوم فوسفور كيضبطوا الاعصاب، فيها الاوميغا 3 كيضبط الاعصاب، فيها اليود كيضبط الاعصاب، فيها السيروتونين كيضبط الاعصاب. وهذا السر في ان سيدنا موسى حمل معه السمك. يعني سبحان الله، هذه ويجب ان نستفيد. ولذلك الان ماذا نستنبط من هذه الآية ومن هذا الطرح؟ عبرة. أن الناس اللي مسافرين ما يأكلوش اللحم، ما يوقفوش في المحطات شو اللحم يأكله، خطأ. اللي مسافرين يحملوا معهم سمك، يحملون معهم سمك أو فواكه، إلا ما قدروش فواكه فقط يدي معاه سمك من الدار طيب، ولا يأكل فواكه، نعم، في الطريق إلى وقف يأكل فواكه فقط لا يأكل لحوم، نعم، المسافر لا يأكل لحوم. هذا الذي يستفيد من هذا المثل. ثم أننا نجد في الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، طبعا هذا حديث صحيح يعني لا يمكن أن نضعف لأنه مأثور، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الدمان فهما الطحال والكبد، وأما الميتتان فالسمك والجراد. ميتة البحر حلال، لكن هناك تدقيق، أن السمك إذا كان ميت في البحر ومقلوب، إذا كان ميت طبيعي ما كيتقلبش، إذا كان ميت بتسمم، إذا كان شي حاجة سامة ومات السمك بحال الأسماك اللي رماها البحر في دول الخليج، إذا كان تسمم ومات كيتقلب، كتولي البطن ديالو ابيض كيبان الفوق في السماء، فهذا سمك كيكون متسمم، هذا ما كيتكلش. اما الميتة ملي كيخرج من البحر ما كندبحوه ما كندكيوه، طبعا كيخرج كيموت، هو كيخرج من الماء كيموت، طبعا كناكلوه ما عندناش مشكل، ولكن الا مات في البحر، الا كان ميت في البحر ومقلوب فهذا البحر. سمك متسمم، مم. هذا ما كياكلوش يعني، والحمد لله الفقهاء بينوا هذه الاشياء هذه يعني بتدقيق وبينوها للناس، ان اعلى جودة السمك هو السمك الطري، ثم تنقص لما يصنع، ماشي ما تبقاش، ولكن لما يصنع تنقص. ان بعض الصياده في البحر ياكلون السمك طازج، نعم، ممكن ان ناكل سمك طازج. لماذا؟ لان وصلنا ممكن، لا ممكن، ممكن ان ناكله بالنسبه غير لي الناس انا ما جربوش. انا بدا صعب غير الناس ما جربوش، ولكن ممكن ان ناكله طازج، لان ليس فيه ملي كيكون عجبد من الماء مرت عليه واحد ساعتين ساعه وساعتين من بعد تحيدوا لي هذوك القشور وكيتكال هذا هذيك اللحم ديالو ابيض. بعض الانواع ماشي كل شيء يعني هذو الحوات الصياده كيتخيروا في بعض الانواع اللي كتكال طازجه. هناك انواع الان انواع الان في بعض المطاعم كيعطيوها طازجه. يمكن في الشمال، في الشمال نعم كاين مطاعم. نعم. فهذا يعني هذه الايات ديال اللي كتخص هذا اللحم الطري، يعني طراوة الأسماك يعني لا تكال طري يكون أحسن، فلذلك إذا كان مجمد مثلج أو مجمد ولا شيء يكون أحسن، إذا كان خارج من البحر مباشرة يكون أحسن، إذا كان مجمد مثلج جيد، إذا كان يتصنع كينقص ب 30 و 40% الجودة ديالو. عاد طريقة الطبخ، الناس مع الأسف الشديد كيقليو الحوت، يا أسوأ طريقة أنك تأخذ ذهب من البحر، هذا السمك يا غذاء ذهبي كتجبدو من البحر ومن بعد كتقليه في زيت المائدة، أنك تلوث هذا السمك، أحسن إما يبخروه يطبخوه إما يطحنوه على شكل شوربة، إما المهم جميع الأشياء ولا يتشوى مباشرة بدون زيت. جيد. نعم. فهذا استهلاك السمك بطريقة ممكن يعني القلي أن يستهلك كل يوم، وممكن لك نعم بطريقة القلي شيء الناس يمتنعوا عن هذه الطريقة هذه ديال القلي. وأنا يعني نصحت في عدة برامج باش الناس يحيدوا هاد الاونه من الدار، هاد الانيه ديال المقله هذه اللي كيسموها المقلات يحيدوها من الدار، من الاحسن باش يرتاحوا، لان الناس ما كيرتاحوش ما دامت هذه في الدار، لان هي العيالات كتسلكهم طبعا، لان كيكون مرات كيسلكوا بها كيكون في اخر لحظه ولا تبغي تطيب لولادها كدير واحد بيضه ولا حاجه ولا شميتو، ولكن من الاحسن تزولها. ضغط الوقت، الطفل ديالها ممكن تعطيه تفاحه، ممكن تعطيه تمر، ممكن تعطيه اي شيء، ممكن ننظموا حياتنا، ممكن نحيد، كنا عايشين بلا مقله طبعا، ممكن نزولوها. هذه الأسماك
أن في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى يقول هناك؟ كان عارفوا صيد البحر هو سمك، هذا حال، ولكن طعامه لماذا جاء طعامه؟ يعني بها الله سبحانه وتعالى شيء غير السمك. ولذلك حتى النبات البحر، نبات البحر كذلك طعامه يجب أن نستهلكه. فمن الأشياء التي الآن وقفنا عليها في البحث العلمي أن بعض الأنواع ديال الأسماك اللي كتستهلك هذوك الطحالب البحرية فيها سكوالين، مادة سكوالين، والآن بعض العلماء كيحاولوا يستخرجوا هذه مادة سكوالين لأنها مضادة للسرطان أو معالجة للسرطان. مادة سكوالين هي معروفة، ولما يستهلك بحال الركن هذا سمك القرش، لما يستهلك بعض الأشياء هذه سكوالين ما كياكلش هو النبات بزاف، ولكن واحد النبات غني بالسكوالين هو اللي كيستهلكوا هذه الأنواع ديال الأسماك. مادة سكوالين هي اللي كتحفظ هذا الانواع ديال الاسماك، ان بعض العلماء اللي داروا عليها ابحاث انها لا تصاب بسرطانات ولا يعني لا يمكن ان تصاب بسرطانات. نعود لحمض الاوميغا 3. معنى حمض الاوميغا 3، الناس ولاو كيشريو على شكل خالص، هو هذاك الكبسولات اللي كياكلوا هي غير زيت سمك، زيت سمك، وديري لها جيلاتين باش حيت الرائحه ديالها مجهده شويه قويه، ديري باش ما تحل حتى المعده، وغادي يكونوا استفادوا. اما اذا اكلوا سمك بحال مثلا الميرلون أو سمك الميرلان ولا سمك سردين غني سمك تونة، سمك تونة غني بالأوميغا 3، حمض الأوميغا 3 غني جدا بالحمض الأوميغا 3. ولذلك أنا أنصح إذا كانوا النساء ما يأكلوش لحوم حيوانات، كل الحيوانات، كل اللحوم البرية، كل البر، لحوم البر كلها، يتناولوا سمك، إلا تناولوا جوج ديال سمك التونة في اليوم، اثنين سمكتين في اليوم، أو ميرلان هذا سمك الميرلان، اثنين أو ثلاث أو أربع سمك سردين في اليوم، المرأة لا تصاب بسرطان الثدي ولا بأي أنواع من السرطان. لماذا؟ لان الميكانيزمات السرطان في الجسم حمض الاوميغا 3 كيخلي كيكبح هذيك الانزيمات والعوامل الفيزيولوجيه الداخله التي تمهد لظهور هذه الخلايا السرطانيه. يعني ما ندخلوش في التدقيق لان كاين هناك تدقيقات علميه جدا، ولكن علي ان نعطيو معلومات مبسطه للناس، مبسطه للناس باش يفهموا اكثر. اذا هناك مكالمه نحررها. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ام ميساء. ام ميساء، أم الرميساء. أم الرميساء، أهلا بك يا أم الرميساء. من أي مدينة؟ من الدار البيضاء. أهلا بك، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للدكتور الفايد، وجزا الله أحسن الجزاء على هذا الموضوع، الموضوعات ديالو، ورحنا متشوقين ليه. كل يوم كنتمناو جديد جديد جديد، وراه ما شاء الله ما شاء الله. وتحياتي اليكم طاقم البرنامج. الله يبارك فيك. تفضلي. والسؤال ديالي هو ان السمك اللي كنبغيو نشريوه، واش غير نقتنيو السمك الابيض واش يضم السردين واي انواع التي يضم السمك الابيض؟ مع العلم ان الطبيب يذكر لنا السمك الابيض. وربما يختلط الامر، ما كنعرفوش السمك الابيض من السمك الاسود. نعم جيد. وهل كلها بيضاء ام هناك اسماك سوداء واسماك بيضاء؟ وشكرا. نعم، اذا شكرا لك. عالم البحار، عالم البحار فيه الحيوانات التي توجد مشابهه للحيوانات التي توجد في البر. نعم. فهناك أسماك تطير، هناك أسماك لاحمة، هناك أسماك عاشبة، هناك يعني أسماك تبيض، أسماك تليد، حتى فرس البحر. نعم، هناك قنديل البحر، يعني هناك أسماء عالم البحر. نعم، عالم البحر، وفي نفس الحيوانات الموجودة في البر. أكيد. يعني في ما يخص التنويع والاختلاف. نحن قلنا بأن الأسماك هي تعتبر تصنف مع اللحوم البيضاء، ولكن هناك الآن ما خصش الناس يشتبه عليهم الامر باش يخلطوا ما بين السمك الابيض والسمك الازرق او الاسود. نعم، دابا هي قالت لك ما عرفناش احنا فينا هو البيض وفينا هو الاسود. الاطباء كيحذروا من الاسماك الزرقاء على شكل الاملاح المعدنيه، خصوص بعض الناس اللي عندهم مشكل ديال البوتاسيوم صوديوم. نعم، ولكن ليس هناك اي خطر، نحن نتكلم عن التغذيه. فيما يخص التغذيه الاسماك كلها جيده، ان كانت يعني لاحمه مثل سمك القرش، او كانت سمك صغيره هذا اللي كنسميه السول، ميرلون، تون، شانشار، شترنشتون، هذو كاع كلهم انواع، يعني الفرخ، الصنور، هذو الناس اللي كيشريو هذه كلها انواع جيده. غير اللي خصنا نفرقوا، ما بغيناش نفرقوا ما بين نوع الاسماك الزرقاء والحمراء اللي عندها دم اللي ما عندهاش. من الاحسن نصنفوا الاسماك وفواكه البحر باش الناس يسهل عليهم الامر. كل الاشياء اللي عندها عظام هي اسماك.
اللي عندها عمود فقري. الأشياء اللي ما عندهاش عظام هي الرخويات، هي اللي هذا الكالاماري ومنها الراية، من الكريفيت، من الأشياء هكذا، هادو خارجين على عالم الأسماك، هادو فيهم كوليسترول. ثم ليس ولو أن الأطباء ينصحون بأسماك بيضاء فالأسماك الأخرى لا تشكل أي خطر. بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش أمراض، يعني أسأل الأشخاص اللي عندهم أمراض الطبيب كيحدد لي من النظام ديالهم. نحن نتكلم عن عام عموما، نحن نتكلم عموما، ما تكونش عند حالات هذه. من الأحسن النساء، أنا كنوصي النساء ما يشتبهش عليهم الأمر، السمك اللي يعجبهم يطيبوه ما كاينش مشكل. غير هو الطبخ، كنلاحظوا أن النساء بداو كيغيروا هذيك الطريقة ديال طبخ السمك مع الخضر. الطاجين سمك، طاجين طيب في لاصوص هو بحاله بحال اللحم، طيب اللحم طروفه كبار ديال السمك ولا سمك صغير اي نوع، ممكن يدار حتى السردين ممكن يتعمل في الطاجين، ماشي اي مشكل، مع الربيع، مع التومه، مع التوابل بحال الخرقوم بدي وزيت الزيتون كذا، يطيبوا خصوص الاطفال اللي يطيبوا لهم اذا كان طهو بهذه الطريقه هذه ديال الطبخ يكون احسن، على شكل طبيخ. ثم ممكن يشويه، اللي ما باغيش الطبيخ ممكن يشويه مباشره بدون زيت في الفرن، او يسلق ثم يطحن في الماء ديالو على شكل شوربه حساء هذه الصوبه ديال السمك، او ممكن يبخروه، ولكن الا بخروه غادي يضيعوا منه كثير من الاشياء. من الاحسن ما يتبخرش الحوت، اللحم يتبخر، الحوت ما يتبخرش، بالعكس يتطلق في الماء ديالو ويطحن معاه هذاك الماء ديالو، يطحن فيه باش يحصلوا الناس على شوربه سمك. هذه العظام ديال الاسماك ممكن كذلك يطحنوها، لان العظام ديال السمك غنيه بالفوسفور، كالسيوم، حديد، وفيها اشياء جيده، هي بروتينات، هو العظام تاعهم بروتينات تاعهم عاليين تاعهم، هذا ماشي علي ماشي كالسيوم خالص. انا كنت سمعت هناك وصفات من عظام الاسماك. نعم اكيد تستعمل كشوربه. نعم هي تستهلك لان غنيه بالكالسيوم، لان الناس ملي كيسمعوا الكالسيوم كيمشيو للحليب، وهذه مصدر تقليدي. نعم هو مصدر جيد ديال الكالسيوم الحليب، لا ننكر هذه الحقيقه العلميه، ولكن الكالسيوم موجود في كل الطبيعه، وكاين كالسيوم فوسفور اللي موجودين في السمك بتركيز عالي جدا، بحال الناس اللي كياكلوا السمك ما عندهمش مشكل مع الكالسيوم. دكتور، ثم ملي كيجتمع الكالسيوم مع الفيتامين دي والاوميغا 3 كيستافد الجسم اكثر، بحال النساء اللي كيشتكيو من نقص في فيتامين دي كثروا من السمك، وخصوصا السمك الدسيم. يعني السمك الدسيم كل شيء سمك دسيم، السردين مثلا جيد، ماشي بالضروره يكون سمك غالي ولا يكون واحد السمك نادر ولا شيء، لا حتى السردين ميرلونتون هذو المسائل هذه، هذا اللي كنسميو حنا الشنشار، الشنشار شترين، هذه كلها اسماك تستهلك، ما عندهاش مشكل. اسماء كبيره ديال كيلو، اسماء كبيره ديال 5 كيلو يشتروا منها طروف كيلو ولا اثنين، وان شاء الله كلها جيده، ولكن يحاولوا ما امكن يكون على شكل طبيخ، يعني على شكل يعني بالمرق كما يطبخون اللحم. الاطفال الصغار من الاحسن يكثروا لهم من السمك، علاش؟ لان حد الاوميغا 3 كيزيد في النمو ديال الطفل، يعني وحتى الذكاء. لانه نعم لانه ينشط الجسم وكيزيد في المناعه. من نلاحظ ان الاطفال الان ولاو كياكلوا كثره الحلويات وكثره المقليات والمسائل هذه الصناعيه، ان الان ما يوصل عليهم المناعه كتهبط، ملي كتنخفض المناعه تاع عفونات كتجي، وخصوصا اللوزتين، التهاب اللوزتين. حتى الطفل لما ياخذ دواء ما تيتعالجش يعني 100% ابدا، او لا كيتعالج واحد اسبوع ولا اسبوعين، من بعد عاود ثاني 15 يوم 20 يوم كيرجع ثاني عند الطبيب. فمن الاحسن تكون المناعه طوي، ملي الطبيب يوصف لهذاك الطفل واحد الدواء ياخذ الدواء ومعاه نظام غذائي نظيف في المنزل، كل من ضمن السمك يطيبوا بزيت الزيتون، ويطيبوا ليه سمك، يعطيوه فواكه، يعطيوه اشياء جيده باش هذاك الدواء ياخذ مفعول. ملي كيكون الدواء مع المناعه مرتفعه العلاج كيكون 100%، ملي كتكون المناعه منخفضه علينا هذاك اللاموكسيسيلين، هذاك الدواء غادي يقضي على جورتهم ديال التهاب اللوزتين بواحد الطريقه ديال 50-60%، ولكن ما تبقى ملي غادي يكون الطفل منهوك وعنده مناعه منخفضه تمر ثاني اسبوعين ثلاث اسابيع، لان الطبيب ما يقدرش يوصف لي اكثر من 10 ايام تقريبا 10 ايام، يعني الوسم ما يقدرش يوصف لي شهر، ما يقدرش يعطيه انتي بيوتيك شهر. فالطفل من بعد اسبوعين ثلاثه يرجع لنفس الشيء، وربما يعمل حراره، ربما يمشي حتى في يعني في غيبوبه. وهذه الاشياء اللي كنحذر منها الامهات، لان يردوا بالهم. نعم تكون التغذيه جيده. اذا دكتور نحر مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم. نعم. معك أسماء من الرباط. أهلا أسماء، تفضلي. الأخت لطيفة، بعدا نشكركم على هذا البرنامج المهتم بالصحة، ونشكر كذلك الدكتور. الله يبارك فيك. الاهتمام ديالو. السؤال ديالي أختي للدكتور، وبغيت نسولو على السرديل، كنعملو كفتة، يعني ما كنستعملش الجلدة ديالو. بغيت نسولو واش المنافع ديالو كتبقى كاملة ولا
كتنقص لان كنحيده كتقل لي على المعده ديالي. نعم جيد. جلد السمك سؤال سؤال اخر، شحال من مره كيخصنا ناكلوا السمك في الاسبوع؟ وشكرا جزيلا للدكتور. شكرا لك. علي ان نبداو بالاخر السؤال الاخير، وممكن تاكلي سمك 3 مرات في اليوم، ماشي كم من مره في الاسبوع. ممكن تاكلي سمك كل يوم و3 مرات في اليوم في الاسبوع، في اليوم و7 مرات في الاسبوع. ما ليس هناك اي مشكل. اي مشكل بالنسبه للسردين؟ لا يشكل اي خطر، بالعكس هو اكثر. بالعكس استهلاك السمك في المغرب باقي متدني جدا، ونحن منتج سمك، بلد منتج للسمك، ولا نستفيد منه، رغم ان احصائيات الان عندنا واصل للتسعود 10 حتى 11، ما ماشي شي استهلاك كبير. يعني المغاربه خصهم يوصلوا تقريبا 25 30 كيلو في السنه. الشمال كيستهلكوا احسن، تطوان وطنجة كيستهلكوا احسن سمك من الداخل، ولكن عندنا مناطق كيستهلكوا اقل بحال الرشيديه، المناطق تينغير بحال للبعد ما كيستهلكوش سمك بكثره لان مناطق حاره وجافه شويه. تتبقى المدن الاخرى بحال فاس، مراكش، المدن الداخليه كيحاولوا ما امكن يستهلكوا سمك، لان كاين البروده الان، كاين الثلج، ما عندوش مشكل. ولكن حتى المدن الساحليه مع الاسف الشديد، المدن الساحليه بحال الدار البيضاء والرباط مازال استهلاك ديال السمك فيه متدني جدا، يعني خاص يكون اكثر. ونلاحظ على ان سلا احسن من الرباط في استهلاك السمك. نعم، يعني من تقريبا من مليبوس الهام كيبدا شويه ينقص الاستهلاك، ولكن العريش واسيله وتطوان وطنجه وهادو كلهم نعم هادو عندهم استهلاك جيد من في الاسماك. ذكرت جلد السردين ليس هناك اي مشكل، ليس هناك اي مشكل. ممكن تحيد لي جلده وطحنه بالعظم ديالو، لان العظم ديال السردين هش ماشي مشكل. تحيد له غير هادوك سميتو عليه الجناب ديالو، هذوك نقيه مزيان، تحيد الراس ديال السمك وتخويه مزيان، يتغسل ويتطحن على شكل كفته، ما كاينش مشكل. كاين اللي علي المهم كاين اللي كيبغي على هذا الشكل جيد، لما لا. نعم الاسيويين الان ولاو كيفضلوا الحساء، يعني الشربه ديال الحوت ديال السمك، وهي جيده لان كطحنوه بالعظام ديالو، هي جيده. الاشياء السائله كنعرفوا على انها ما كتستغرقش وقت كبير في الهضم في المعده، الاشياء السائله كتمر بسرعه، الاشياء الصلبه هي اللي كتبقى تتخلط في المعده باش عاد البيبسين توصلها، باش عاد الاشياء. ولكن لا كانوا بروتينات مطحونين يكونوا احسن. واحد الاضافه دكتور ولا سؤال، انا بالنسبه لي كاين الناس اللي كياخذوا هذاك السردين باش انهم يديروه كفته، كيزيدوا عليه ذاك الشحمه ديال الغنمي. لا هذا خطا. هذا سلوك خاطئ، تلوث، هذا يلوثون. كيشويوها فوق الفحم. لا لا لا، لانه لا يستفيد من السمك، بالعكس هو يلوث، لان الشحمه ديال الغنمي فيها كوليسترول، فهذا سمي شبع. من الاحسن ان لا يخلط السمك مع الحيوانات. ممكن نخلطه مع روز، مع اي شيء، مع اي شيء. الا لان علي الشخص اللي غادي يستهلك سمك هو شخص مبتعد عن اللحوم الاخرى، او ما عدا بعض الناس اللي كيبغيو ينوعوا، مره لحم، مره سمك، مره دجاج، مره هذا شيء، مره عدس، مره لوبيا. وهذا البرنامج هو عفى عنه الدهر، هذا عفى عنه الدهر. الغذاء الاعتيادي هما الحبوب والخضر والفواكه. هذه كل يوم. ثم اللي بغى ينوع خاص يدير اسبوع سمك، اسبوع لحوم، ماشي ينوع باليوم، ينوع بالاسبوع. لماذا؟ لان لكان نهار اثنين ياكل سمك، والثلاث ياكل لحوم ديال الدجاج، والاربعه ياكل الغنمي، والخميس ياكل العدس، والجمعه كتي. هنا ما هنا يعني مازلنا مع اللائحه ديال اللحوم، مازلنا مع كثره الكالوريات. اللي غادي ياكل سمك ياكل سمك ويبتعد عن اللحوم. هناك سؤال، وفي المغرب ممكن هذا نمط العيش اللي فيه خضر فواكه مع سمك، نظام نباتي زائد سمك، يكون نظام راقي جدا في التغذيه. دكتور قبل ما نطرح انا السؤال، غادي ناخذ مكالمه على الخط، هي الاولى. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاسم الكريم. السيده فاطمه، مدينه الدار البيضاء. اهلا بك الاخت فاطمه، تفضلي. شكرا استاذه طيفان، شكرا دكتور سعيد. الحديث عن السمك خلال هذه الايام، ما بقاش السمك تنقلبوا عليه ما تلقاوش، وهو مغذي وغني بالفيتامينات، اصبح اليوم اقبال عليه كثير في المغرب. الناس من قبل ما كانوش كيستهلكوا الحوت، كانوا ما كانوش كيعرفوا ياكلوه او تيطيبوه، لكن بفضل خبراء التغذيه تيوصيو اليوم يقولوا كلوا، تنصحونا ياكلوا السمك مرتين 3 مرات في الاسبوع. لكن من فضل الحمد لله، من فضل الله ان انواع السمك كثيره. كثيره، ممكن انك حدثتينا عن انواع كثيره موجوده. نعم. سؤالي هو اننا
بما انه سهل الهضم ومفيد، كيفاش نقتنيو هذا السمك؟ نعم. اليوم انواع السمك كثيره في السوق، نعم. في طازج، في مطريش، في نعم. مهم انواع، كيف هو تتباع؟ كامل، صغير، متوسط، كيفاش انا نختاره؟ يعني الطراوت احنا نعرفوا الجوده والطراوت باينه لامعه، الخياشم ديالو تكون حمراء ورديه. نعم. بالنسبه للطبخ كيفاش نحضروا السمك؟ ناكلوه يعني كاين ليه القليل، كاين الطاجين، الطلق البخار هي افضل طريقه كتبقى اننا نتناولوا. نعم. وبالنسبه للسردين المشوي، هل صحيح انه يقوي مناعه مصابين ببعض امراض السرطانات؟ نعم. يعني تحدثنا حدوني الناس قالوا بانه يفيد، الله اعلم. تفسر لنا الحساسيه التي يسببها السمك الازرق كالسردين والطون والشطون لبعض الاشخاص الذين يحرمون من هذا النوع المهم من السمك، وهو غني بفيتامين آ ومضاد للاكسده. نعم. لماذا ينصح بعض اصحاب المغص الكلوي بتجنب بروتين السمك؟ وشكرا. شكرا لك. جيد. بالنسبه للقصور الكلوي او بعض الامراض، يعني خصوص اللي عندهم الالبومينوري طالعه، هذو ماشي غير سمك، يعني كل البروتينات خصهم يجتنبوها، البروتينات الحيوانيه خصهم يجتنبوها. علاش؟ لان كتكون الالبومين طالعه في الدم، وغادي يولي عندهم مشكل على مستوى التصفيه في الكليه، غادي الكليه غادي شويه تزير، ما غاديش تصفي مزيان. هذا من جهه، وربما حتى الناس حتى على مستوى الاملاح المعدنيه، يعني البوتاسيوم صوديوم ممكن يشكل مشكل. ليس عليا خطير جدا، ولكن هذه الاطباء كينصحوا من الاحسن باش ما يوصلوش لواحد الحاله. هذا من جهه اخرى، ان صعيب باش نعلموا الناس طرق اختيار هذا في السوق، واش يكون طري ولا ما يكونش طري. ولكن ملي كيلاحظوا على ان بعض المرات انواع من الاسماك تباع على الارصفه والحراره 35 درجه، من الاحسن ما يشروهاش. يعني موجودة بكثرة، بأنفسكم إلى التهلكة. يعني أنت كتشوف بأن السمك لا يمكن أن يبقى 3 ساعات بدون أن ينتهي، حتى اللون ديالو كيتغير. لماذا؟ لأن السمك بروتينات عنده طرية جدا، عنده فيه أملاح معدنية، حديد كالسيومية اللي كتحفز الأنزيمات، ثم في تحلل أنزيمي وفي تحلل جرثومي. علاش؟ لأنه غني بالمغذيات والجراثيم تنمو بسرعة. هذا اللي خص الناس يعرفوا. من الأحسن إلى لقاو السمك على الأرصفة ما يشريوش. الاماكن اللي عندهم الثلج اللي كيكونوا مراقبين واللي كيراعيوا الشروط الصحيه، الشروط الصحيه هنا ما كايناش، السمك ما عندوش شروط صحيه، عنده البروده فقط. نعم. البروده فقط. هادو ممكن الناس يشريو من عندهم سمك، يعني ان شاء الله ما كاينش مشكل. ودابا ولا حتى النقل دابا الان ولا مثلج، ولذلك انا كنت انص منذ الثمانينيات أن الأشخاص الذين لهم اتصال بالتغذية أو بالمواد الغذائية يكون عندهم واحد المستوى دراسي مؤهل لهذا الشخص. لأن بعض المرات الشخص اللي غادي يجيب الحوت كيكون مع عمره دخل المدرسة، ما كيعرف لا البرودة ولا البروتينات ولا الجراثيم ولا أي شيء. فعلا. ربما يتهور واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع، يمكن هذا الشاحنة ديالو ما يخدمش، هذاك يعني آلة التبريد، وغادي يقول زايد ناقص ولا شي حاجه هكا ولا شي. ولكن اذا كان مجاز، مثلا هاد الشباب الان اللي عندنا عندهم اجازه واللي عندهم بكالوريا واللي عندهم ديبلوم بكالوريا زائد 2، عندهم تقنيه ديبلوم تقني، هادو من الاحسن هما اللي يكونوا متصلين بالاغذيه، يعني حتى مالين الباعه، حتى الباعه الان اللي عندهم حوان صغار خص المجتمع يتحسن شويه. كان عندنا مالين الحوان طبعا هاد الوقت اللي يعني عندنا مواد غذائيه ما كاين حتى مشكل، ولكن الان خاص الشباب هو اللي تعطى رخص ديال هاد الاماكن اللي كتبيع المواد الغذائيه. خاص الشباب اللي عنده ديبلوم هو اللي كتعطى رخص ديال المطاعم، لان ربما المطعم يخدموا فيه شي ناس ما عارفينش الجراثيم، ما عارفينش الشروط الصحيه، ما عارفينش الحراره، ما عارفينش المشكل هذا، غادي يبقوا غير خدامين مع الناس وغاديين يهلكوا الناس في صحتهم. فهاد المسائل خاص الناس اللي على مستوى المجالس البلديه وعلى مستوى الشأن المحلي خاصها تدخل في هذا الاطار الجديد ان شاء الله. ونحن في طريق يعني صحيح، المسار المغربي الديمقراطيه المغربيه والمسار المغربي في طريق صحيح. انتم كجمعيه لحمايه المستهلك راه عندكم سهم، اكيد خص كل شيء سهم. كنلاحظوا على ان الحمد لله عندنا نحن احسن من كثير من الدول، لا حتى المستوى حتى مستوى الديمقراطيه ومستوى الحريه في المغرب هو يعني في تحسن مستمر ان شاء الله. لما لا؟ بدون اي مشكل، بدون اي مشكل، ما
ماشي حتى يطلبوها الاحزاب ولا يطلبوها النقابات ابدا، يعني حاجه يعني دي اوتوماتيكيه يعني منذ الحمد لله جزاه الله خيرا هذا واطال الله عمره امير المؤمنين منذ ان تولى الحكم الى الان، اعمال كلها جيده وكلها ان شاء الله نتمنى ان لا يكمل علينا بخير ان شاء الله. احنا في الاتجاه الصائب كاين مشاكل كجميع الدول، ولكن هذه المشاكل غادي نتفاداوها، وكاين حوار وكاين الناس اللي ملمين هذا. ففي اطار هذا يعني هذه السياسه الجديده انا اظن ان الرخص ديال محلات بيع المواد الغذائيه والمطاعم ونقل كذلك نقل الترانسبور نقل المواد الغذائيه من الاحسن الرخص تعطى للناس اللي عندهم على الاقل واحد باك زائد اثنين ولا عنده اجازه يكون فاهم. لا يعني من الاحسن لا من الاحسن باش الشباب اولا العاطل نعطيه واحد الفرصه فين يخدم ثم غادي نزيدوا نرفعوا المستوى ديال المجتمع لان باقي عندنا ناس الان كيف يعقل على ان الشخص لا يعرف لا ميكروبيولوجيا ولا ايجيان ولا شروط صحيه ولا امراض ولا توكسينات ولا اي شيء وانه كيهيئ واحد الوجبات وان ذاك الشيء ما تبقى ربما يخليه غير تم وفي اليوم الثاني يبيعه للناس ممكن ممكن طبعا هذا. فهذه بالنسبه لاختيار الاسماك فالمحلات اللي مراقبه واللي عندها شروط صحيه واللي عندها البروده واللي عندها ناس نزهاء يعني كيبقى دائما كما اقول الضمير فوق القانون وكتبقى من الناحيه العقيديه نحن نقول للناس ماشي غنتكلموا معهم بلغه القانون نتكلموا معهم بلغه العقيده كنقولوا اتقوا الله احسن ما نقولوش لهم القانون كيمنعكم باش ديروا هذه وهذه من الاحسن تنقولوا اتقوا الله لان كتقول الشخص اتقي الله كديروا هو الحكم ديال نفسه هو الحكم ديال نفسه يعني هنا الا حكم هو على نفسه يكون احسن اما باش تحكم عليه انت ربما غير ما تبقاش امامه ويخالفك. ثم واحد المعلومه اخرى ان هذه السيده بما ان سالت عن هذه الحاله الصحيه وهذه الشروط الصحيه طبعا هو السؤال ينصب في هذا الاتجاه هذا ان الله سبحانه وتعالى عمل تركيز الملح في البحر يحفظ تركيز الملح في البحر لا يسمح بحياه الجراثيم ولذلك جاء الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان لان ميته البحر كتكون في واحد الوسط يعني مشبع ديال الملح لان لا جتي ماء ديال البحر وعملتي فيه طرف ديال اللحم لا ينتن لا ينتن ابدا يعني هذا فهذاك الملح ديال البحر سيمنع الميكروبات من النمو وما يكونش تما واحد التيراسيون كنسموا احنا هذا فساد ديال الماده الغذائيه. فالبحر عمل الله سبحانه وتعالى تركيز الملح في البحر مرتفع وان هذه الاشياء التي تتحمل هذا التركيز ديال الملح اللي هي الاسماك وبعض النباتات داخل البحر الطحالب البحريه مثلا ان ملي كتخرج من البحر كتخرج تقريبا معقمه ليس فيها جراثيم الا جراثيم موجوده في الجهاز الهضمي ديالها يعني هذه وان ليس فيها اي ضرر. الاشياء التي ترمى من البر في البحر كلها تموت حال ما ترمى في البحر تموت لان تركيز الملح لا يمكن ان يترك مثلا البكتيريا ديال حمى تيفويد او بكتيريا مثل الكوليرا كتبقى لان الفيبريو ممكن يعيش في وسط ديال بي اش 9 وممكن يعيش في وسط يعني مالح. ستافيلوكوك واحد جربتهم ديال ستافيلوكوك ممكن يقاوم الملوحه شيئا ما ولكن الجراثيم الاخرى خصوصا العصيات السالبات الجرام الانتيروباكتيرياسي هذه لا تتحمل تركيز الملح في البحر. كان الله سبحانه وتعالى انه خلق وسط معقم يعني بهذا التركيز ديال الملح. وكنلاحظوا على ان الناس ملي كيبغيو يديروا التخليل انهم كيديروا الملح بحال التقديد ديال اللحم انهم كيملحوه كينشروه لان الملح كتقتل الجراثيم. حتى السمك حتى السمك الان في الدول الاسكندنافيه كيعملوا قديد بواسون فيمي هذا يعني كيدخنوه هو تدخين تقنيه التدخين ما معروفاش عند العرب ولكن ممكن يجف يتملح ويتجفف هذا السمك الكبير الحجم ممكن يحصلوا على قديد السمك. دكتور هناك من يعاني من حساسية السمك سواء الأزرق سواء الأسود. نعم هناك حساسية لأن من الأشياء المسببة للحساسية لائحة طويلة ولكن كدخل فيها مثلا هذا اللي هو على رأسها الكروفيت هو هذا اللي كيسبب حتى السردين هناك من يعني تظهر عليهم بقع حمراء. نعم الإربيان كي اللي عدوا هذا كي اللي عدوا الأسماك هذا لماذا لأن لا هناك حساسية دائمة لكن أشخاص اللي يأكلوا السمك تزيد الحساسية فعلا وكاين بعض الحساسية طارئة اللي كنسميوها حنا حساسية عارضة هي أكسيدنتال كي يأكل الإنسان شي سمك قديم ولا علبة سمك غير معقمة كيحك كنسميوها حنا
تاورديت عنده حبوب حمراء الجلد ديالو يحمر. هذه مكون الهيستامين، كيكون واحد المكون الهيستامين مع الكادافيرين والبيتريشين هي اللي كنسموها هنا الامينات البيوجينيه. هاد الامينات، هاد الامينات تسبب حساسيه عند الناس. وشوف سبحان الله تعالى في هذا الخلق ان الهيستامين لما تكون وحدها، نحن حقنا ماده الهيستامين ملي تكون لوحدها لا تسبب حساسيه، حتى اننا حقناها للفئران ليس هناك حساسيه. لما تكون معها الامينات الاخرى مثل الكادافيرين والبيتريشين تسبب حساسيه، لان البوتونسياسيون يعني كنسموها حنا، لان واحد الجزيئه اللي كتزيد في المفاعله ديال الجزيئه اخرى. وهذه كما اقول ان وحدانيه الله تتجلى في وحدانيه خلقه سبحانه وتعالى. هاد الناس ماشي اللي عندهم حساسيه، لا، هما السمك القديم اللي كيقدام كيكون واحد الجرثوم ديال البروتيس اللي كيحلل هذيك الهيستيدين، حمض امين يسميتو الهيستيدين اللي كيكون في البروتينات، كيقطع ليه هذيك يعني واحد المنطقه ديال سي او، وكتبقى الان اتش 2 كيبقى امين، كيولي كيتحول من هيستيدين لهيستامين، كيعطي حساسيه. كل الناس عندهم حساسيه للهيستامين، ليس شخص دون شخص. وتيكونوا معاه الامينات الاخرى، الكادافينول والبيتريشين كتجي من امينات اخرى، حمضيات امينيه اخرى، ملي تجتمع تسبب هذه الحساسيه اللي كيبدا يحك وكيدير تورديت. اللي وقع له هذا الحديث خاصو يشرب ماء بكثره، يشرب ماء بكثره ويتوقف عن الاكل لمده 6 ساعات أو 7 ساعات، يشرب ماء بكثره، ما يكونش عنده مشكل، ما ياكلش لحوم على الاقل، ما ياكلش لحوم اخرى في هذاك اليوم، ما ياكلش لحوم. هناك مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام لالا. اهلا بك ايمان. لالا اختك لالا، تفضلي. بغيت غير لالا اختك، بغيت غير نسول الدكتور على السمك. كنعرفوا بانه مصدر ممتاز من مصدر ديال البروتينات والمواد الدهنيه. عنده ماده الفوسفور، فيه اوميغا 3. الا بغينا نلخصوا نقولوا بانه مقوي عام للجسم. انا سؤالي ما عنده علاقه بالشخص المدخن. كنعرفوا ان الشخص المدخن ما كياكلش بزاف، كيقولوا انه الا كلا شريحه من الاسماك يوميا انه كتحميه من بعض الامراض ومن بعض الامراض وبعض الاثار التي اللي كيتعرض لها في الاوعيه الدمويه ديالو. هل هذا صحيح؟ والسؤال الثاني عنده علاقه بالسمك المعلب، بغينا نعرفوا السمك المعلب عنده شي فائده. نعم، جيد، جزاك الله خير. شكرا ايمان. هاد المدخنين كيكون عندهم بعدا نقص في الفيتامينات، ماشي، بحال فيتامين ا وفيتامين ك، كيكونوا ناقصين عند هاد المدخنين. السمك يعوض هاد الفيتامينات. السمك عنده حمض الاوميغا 3، لان المدخن تيكون دائما عنده توتر عصبي، ومن جمل من هذا التوتر العصبي يكون عنده انعكاس، لان ما تكونش عنده الشهيه ولا ياكل كثيرا. فالسمك قوي الى اكل سمكتين صغيرتين بحال جوج ولا ثلاثه سردين ولا جوج طون ولا جوج ميرلو، هو كافي باش يعوض الجسم ديالو البروتينات والاملاح، وجيد ليه حتى على رد هذوك الانعكاسات السلبيه ديال التسمم بالتدخين. يعني التدخين مسمم، علاش؟ لان على الاقل على مستوى الرئه ما كيخليش الاكسجين يوصل للدم. طبعا كيكون دائما المدخن ما كيكونش عنده الوزن، كنلاحظوا على انه كيكون دائما ضعيف، حتى الشهيه تكون مفقوده. هذه عليا هو منهار، هو شخص منهار في الفيزيولوجيا كلها منهاره، ماشي هذا من جهه. من جهه اخرى، هذه علبه السمك المصبر هل تبقى نفس المكونات ونفس مرات كنضطر نشري شي حاجه، كنحاول نختار شيء اقرب لهذا، لان طبعا المجتمع كنعيش فيه تنوع مع الناس، كنقلل ما امكن، ماشي 100% ولكن ان شاء الله 80% اللي مزول ديال المسائل المضره. كنحاول، كاين واحد السمك مصبر في الماء، نعم، غير مصبر في الزيت، مصبر في الماء. اللي مصبر في الزيت، لان المشكل ديال الزيت هو التصبير والتعقيم كيكون على 121 درجه سلسيوس. 120 درجه كثيره قويه شويه، يعني كثيره شويه، وممكن هذيك الزيت هي اللي تكون مشكل. زيت المائده اللي كيدار فيها هي اللي كتكون مشكل، ماشي السمك. خاص الناس يعرفوا المعلومه مدققه، نحن لا نعطي معلومات هكذا نقولوا زين خايب، لا، يعني هو سمك مصبر ليس في اي مشكل. ولكن مع الاسف الشديد لو الصناع ديالنا يعملوه في زيت الزيتون ولا في الماء يكون احسن. هو المشكل اللي كاين هو زيت المائده، زيت المائده مع 120 درجه لا يمكن ان يبقى هكذا، غادي يكون غالي. لا ما نظنش، لان ما لا يضاف الا ملعقه كبيره من زيت الزيتون، ما كيضيفوش زيت المائدة. أنا شتا تشوف ملي كتقطري، ملي كتقطري في ملعقه او ملعقتين ديال الزيت، ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون يكون احسن. ويا ريت يسمعونا، ما نظنش يكون مشكل.
كيف ما كان الحال، نحن الحمد لله أمة، نعم. وحتى الصانع توا خصو يستفد ويستمع، أكيد. لأن علاش؟ لأن هذه المعلومة هذه نحن لا لسنا ضد الصناعة ولا ضد أي حد، بالعكس غير تكون أشياء نظيفة وجيدة وعندنا البديل صحية. عوض هذا التصبير ما يكون في زيت المائدة يكون في زيت الزيتون فقط، نعم. ولا يكون في الماء، نعم. وأحسن من ذلك أنا ننصح كاع الصناع، أنا كيف ما كان أنت كخبير للتغذية، ماشي خبير وإنما أستاذ ديال المهندسين ديال الصناعة الغذائية، نعم. علاش ما يصبروش؟ لأن التصبير يكون في ماء البحر، يكون جيد. لما لا ما عندناش مشكل، يكون في ماء البحر ويكون طبيعي 100%، ما يزيد مع أي شيء، لأن ملي كيدار مع ماء البحر كيكون مالح، ملي كيصبر على 121 درجة لا يمكن أي جرثوم أن ينمو في هذاك التركيز ديال الملح، لا يمكن أي جرثوم، ولكن ممكن الناس يقطروه من بعد، يقطروه ويأكل، ما عندناش. ولكن دكتور يمكن شحال يبقى مثلا؟ ممكن يبقى، هو التصبير ممكن يبقى إلى الأبد، لأن لما نعقم معنى عقمنا أننا أزلنا الحياة من هذه المادة، الحياة هما الجراثيم، لما نقضي على جميع الجراثيم كتبقى عليه الانزيمات، الانزيمات على 121 درجه ما كيبقاوش انزيمات، الا حيدنا القوه الحيه من هاد الماده تبقى الى الابد، ما عندناش مشكل، يبقى حتى 100 عام، ولكن الصانع كيعطي سنه، يعطي بعد مره سنه، وكل واحد واش كيعطي، ماشي مشكل حتى بعد مده الصلاحيه ليس هناك مشكل، لان القانون ماشي، بعض المرات تكون الماده صالحه، ولان هناك قانون كيضيع الصانع، صانع ما خصوش يضيع، خص القانون كما كنقولوا حنا يكونوا شويه مارين، ولكن ماشي يكون مارين يكونوا عاوتاني علب منفوخه، يكونوا علب فيها غاز عاوتاني ودوزوها، لا، خصنا نتعاملوا مع هذه الاشياء بانسانيه فقط، بكل قانون والضمير، ماشي على القانون، يكون القانون والضمير، ما نظلموش حتى الصانع الا كانوا العلب مازالين مزيانين، ما نظلموش، ربما لكان التعقيم جيد، ليس هناك اي مشكل، الا كان هذيك العلبه ما مسدوداش مزيان ميكروفويت، ولا لا كانت ما معقماش مزيان سو ستيريليزاسيون، ولا كان شيء مع المده ربما يطلع فيها شيء اجا، هذا شيء اخر، اما لا كان تعقيم كما ينبغي وداخل العلبه يكون شويه خضار، ولا يكون بعض المرات هذوك الصناع كيزيدوا خضار، هذيك الخضار هي اللي كتلوث السمك، لا هذاك الجزر وهذيك الاشياء اللي كيزيدوها هي اللي كتلوث، لان من احسن ما يضيفوا حتى حاجه انوكولاسيون. ثم الخطر الان، انا خبير في الميدان، نعم. هو المرحله ملي كيتهيئ السمك، خاص الصانع مباشره بعد خروج السمك من الماء يبدا في التصنيع، بعض المرات كيتم التخزين ديالو في البروده حتى ينتنخص، الصانع يعرف ماشي غير الجراثيم اللي كتنخص، حتى الانزيمات، لان الانزيمات بعض المرات تكون جاهزه، والهيستامين ما كتجيش من الجراثيم، الهيستامين كتجي من الانزيمات مباشره، بلا هاد البروتيوس باش يطلع ولا شيء. فهنا في اقرب وقت ممكن خص هاد السمك يتصنع، نعم. ثم المرحله الثانيه هي ملي هذوك النساء والعمال ملي كيبداو يحيدوا لي تيطاج ولي كوتاج ولي فيسيراسيون، ملي كيحيدوا المصارن والريوس، خاص ما يكونش وقت ما بين هذيك التهيئه وستيريليزاسيون، يعني بسرعه، خاص مباشره ملي كيتحيد لي تيطاج لي كوتاج يدار في العلبه يتحلق يتعقم مباشره اذا امكن الحال، يعني كاين كادونس اذا امكن الحال، لان الصانع اما الى بقى ساعه على الحراره العاديه بعد ما هذوك النساء اللي كيخدموا في المعمل بعد ما يكونوا هيئوه، الى بقى ساعه وساعتين الجوده متدنيه والصانع غادي يكون عنده مشكل، علاش؟ لان كلما بقي على حراره عاديه كلما الجراثيم يعني تنمو بكثره، الابواغ ديال الكلوستريديوم هي اللي كيخافوا من الصناع ما عادش طلع بهذيك السرعه، وما الاحسن بعض المرات كيديروا في الماء والملح، نعم. على في انتظار يديروا في ماء البحر، هو نيت نفسه ماء البحر معقم يكون أفضل، هو نيت يعملوا فيه ويزيدوا عليه خل، علاش؟ كاين بعض الاسماء المخلله اللي كنهبطوا البي اش، ملي كتهبط البي اش لربعه مع ماء البحر لا يمكن جرثوم ان ينمو، واخا يخليه حتى اليوم الثاني عاد يعقمه، هنا كتبقى غير الصناع ديالنا كيف ما كان الحال، ممكن تا هما ياخذوا معلومات وتا هما يستافدوا من البرنامج. التصنيع الا كان ما عندناش فين عليه، غير كنطلبوا تصنيع نظيف، نظيف وصحي، صانع يعلن الماده اشنو فيها او مرحبا، اما الصانع كيعمل ماده محظوره ولا ماده ممنوعه ولا ماده عوض ماده ولا ماده جوده ديالها متدنيه بحال هاد الزيوت اللي كنتكلموا عليها، نعم. ممكن الصانع يشري زيت رخيصه عوض ما يشري زيت المائده بجوده عاليه، ممكن يعمل لنا اي زيت، اي زيت، ولذلك الى عمل لنا زيت زيتون ولا لا عمل لنا غير ماء يكون احسن. انا وجدت علب فيها سمك بالماء، بالماء سمك بالماء،
جيد، ما عندناش مشكل. كيبقاو المكونات الغذائيه عند السمك ما فيها مشكل، لانهم كلهم كيصبروا الحراره، لا لوميغا 3 ولا فيتامين دي، ولكن كلهم كيصبروا الحراره، ما عندناش مشكل. ولكن نخافوا على الضاف، بعض المضافات اللي كتضاف هي اللي كتخسر لنا هذاك السمك. هذاك السمك فعلا. هل السردين دكتور يقوي المناعه؟ كل سمك. لا، هي انا سمعت العديد من الناس يقولون بانكم لو تعلمون ما في السردين لاكلتم غير السردين. السردين اولا اقتصاديا رخيص. نعم. ثانيا فيه زيوت، كاع الاسماك اللي فيها زيوت فيها حمض الاوميغا 3. ثالثا التركيب الكيماوي ديال السردين غني بالاملاح المعدنيه والاوميغا 3 والفيتامين دي. ثم ان هذيك لاشير ديالو فين رهيفه دغيا ماشي السردين فقط، كل الاسماك تزيد في المناعه. لماذا؟ لان عوامل المناعه هي الفيتامين دي والأوميغا 3 والبروتينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في السمك، هي العوامل اللي كتطلع المناعة. ملي كنزولوا الكوليسترول والدسم المشبع وكنعطيو بروتينات مع حمض الأوميغا 3 وأملاح معدنية، طبعا المناعة كتزيد. ما كاين هناك مشكل، ما فيهاش خطر ديال البيستيسيدات اللي كاينين في المنتوجات ديال البر. البحر ما فيش إلا التلوث، ولكن السمك يهرب من التلوث، السمك ما كيقربش للساحل لانه كيهرب من التلوث. ولذلك حتى في المغرب كنلاحظوا على ان السمك هرب من جديد. قبل كنا كنصيدوا في البحر ديال المغرب كله من طنجة حتى الكويره. الان ولينا كنصيدوا تحت اكادير، تقريبا من على قبال سيدي فنيم ولتحت عاد كنمشيو كاين تما شويه صيد. اما الاسفي واكادير وما بقاش فيهم سمك كثير، هرب لان ميغراسيون، لان دابا كيمشي للجنوب. لماذا؟ لان الشمال ملوث، البحر ديال شمال المملكه فيه تلوث، لان فيه ديروجي بحال السبوب بحال المربيع بحال هادو اللي كيرميو النفايات الصناعيه. عاد الصناعه اللي على من الجر في الصفر حتى الدار البيضاء، حتى الدار كاين هناك صناعه ثقيله طبعا، الدار البيضاء المحمديه طبعا، الحوثي يبحث عن كاين صناعات ثقيله اللي خلات السمك يهرب. السمك طبعا كيبحث على الماء النقي. اكيد. اذا غناخذ مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. معك كابتن من مدينه مكناس. انا الاحظ دكتور يعني الجنس اللطيف هو الذي يتصل. نعم دائما النساء. نعم لما لا؟ لانهم هما اللي كيتصلوا بالتغذيه وبالمطبخ. نعم فعلا. هما اللي هازين الهم ديال الاطفال. نعم. طبعا لما لا؟ لان المراه من قبل كانت هي الطبيبه وهي الصيدلانيه وهي كل شيء، هي المقتصد ديال الدار وهي كل شيء. فعلا. اذا الاسم الكريم. اسم كريم كوثر من مدينة مكناس. اهلا بك كوثر، تفضلي. تحياتي لك الاخت لطيفه والدكتور فاضل. مرحبا. نشكركم على اختياركم لهذا الموضوع. الله يبارك. بالنسبه للاسئله ديالي عندي ثلاثه الاسئله الى سمحتي. تفضلي. بالنسبه للسؤال الاول، ما هي الطريقه المثلى لطهي السمك التي تحافظ على مكوناته؟ نعم. وبالنسبه للسؤال الثاني، هل يضر اضافه فورماج على السمك في البيتزا او الغاطا؟ نعم. أن الضرر نسبي حسب نوع السمك. نعم. بالنسبة للسؤال الثالث، هل استعمال بعض فصول السمك مثل القمرون كنوع من أنواع التوابل هل يساعد على امتصاص زيت أوميغا 3؟ شكرا. نعم. إذا نعتبر احنا هذه الأسئلة كملخص لما قيل. نعم. نعم. طريقة الطبخ هي تكلمت عليها، هي الطاجين. نعم. طبخ السمك بالمرق. يعني مع الخضر، لما لا؟ تكلمت على بيتزا وعلى اشياء فروماج. اضافه هل يضر؟ هل يضر؟ لا هذا لا، هذا هذه لا، هذه ليست تغذيه. هذه ليست تغذيه، هذه سوء التغذيه. يعني كما الجبن فيه الدهن. العيالات كلهم بداو كيسمعوا هذا، وبعد كثره الوصفات كثروا بزاف. الاعلام كله يتكلم، جميع العالم في العالم كله، جميع الاذاعات والفضائيات كلهم كيتكلموا على الوصفات ولا هذه اشياء. الانسان عرف كيف يطبخ، لو كان غير تتبعنا داك الشيء ديال جدودنا ما خصنا حتى شي حاجه، ما كانوا راقين في علم التغذيه. هاد لي غراتان وهاد المسائل هذه من الاحسن تجنبوها، النساء يتجنبوها لانهم هما اللي غادي تضرهم. اما قمرون ليس سمك، قمرون ليس سمك. وانه لا يمتص اوميغا 3، وان القمرون فيه كوليسترول. هو نفسه. يعني باش ما يوقعش لا خلط ما بين الاسماك وما بين الرخويات. يعني القمرون هو الكروفيت. نعم. على صحيح بعض المدن ما تيسموش هكذا، ولكن هذه كلها الاربيان وهذا القمرون وهذا الكلمار وهذا الاشياء
هذه كلها رخويات والرايه هذه كنسموها فواكه البحر كلها نعم فيها فواكه البحر هذه فيها كوليسترول ولكن في الختام اختم بشيء مهم جدا هو ان السمك موسمي فصلي موسمي وانه من تغذيه فصل الصيف لان السمك يؤكل في فصل الصيف وانا العلين حتى لابيش يعني حتى الصيد ديالو تيكون فصل الصيف لان يعني كيكون القمه ديالو كيكون في شهر 6 7 ان لماذا لانه يؤكل في فصل الصيف لان السمك هو منعش للجسم بالعكس ان حمض الاوميغا 3 والفيتامين دي والفيتامينات الليفه والاملاح هو غني بالاملاح وخصوص كالسيوم مشكل كالسيوم فوسفور هو السمك يؤكل في فصل الصيف باش الناس ما يفهموا شويه كاين واحد الفتره اللي ما خصوش يتكال فيها وهي فصل الربيع فصل الربيع لا يستهلك سمك فصل الصيف يستهلك سمك يعني حتى اخر فصل الربيع الان كيبدا من شهر 6 اخر فصل الربيع شهر 6 و7 و8 و9 يعني حتى شهر 9 ممكن سمك يتستهلك ما كاينش مشكل ولكن ما كيتستهلكش فصل الشتاء فصل اخر فصل الخريف فصل الشتاء واول فصل الربيع ما كيتستهلكش السمك. واحد السؤال يحيرني وسمعته يعني من جداتي ومن والدتي عليهم الرحمه هل لماذا لا نشرب اللبن مع الحوت؟ حيرني. نعم هذا مثل قديم جدا ان كانوا واحد هو مثل قديم تيقول لك اللبن والحوت هما جدام المنعوت. نعم هذه لا صحة لها من العلوم ربما كان يعني الجدام هو جورتم ديال الميكوباكتيريوم ليبري ما عنده علاقة لا مع لا مع السمك ولا مع اللبن يعني هذا مرض جورتومي لا علاقة له انما هما كانوا يعنيوا بها بعض الامراض الجلدية اللي كتظهر وهذه الامراض هي حساسية. نعم حساسية. بعض الامراض اللي كانوا ربما يعنيوا بها الجدام هي ليست جدام هي امراض جلدية الله اعلم هكذا انا فهمت هكذا. اما اجتماع المواد الحيوانية في الديانة الإسلامية جائز ليس لدينا تحفظ في اجتماع المواد الحيوانية كلها ربما في بعض الديانات الأخرى ما كيجمعوش المواد بحال في الديانة اليهودية ما كيجمعوش جوج المنتوجات الحيوان حتى الحليب مع اللحم ولا البيض مع اللحم ولا اللحم مع اللبن ولا شيء ما كيجمعوهمش ولكن في الديانة الإسلامية ليس لدينا أي تحرج من هذه هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام ذا إلا أن يكون دما لحم ميتة أو دما أو لحم خنزير أهل لغيره فإنه فسق فهنا ما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه والميتة أما ما عدا هذه الأشياء هذه فالإسلام لا يتحرج من اجتماع اللبن مع الحوت ولا الحوت مع اللحم ولا أي شيء هذه ماشي كل يوم ولكن شخصي لا مثلا تغدى بالحوت علاش لأن تجانس نفسيا ملي كياكل الانسان الحوت نفسيا ما يقدرش يشرب اللبن نعم اكيد نفسيا هكذا فطرة. ولكن وحتى ولو بعد السمك ولو شرب ماء ما عندوش اي مشكل غير يكون واحد الوقت وجيز واحد ساعه ولا شي حاجه ممكن لبن يكون كشرب ممكن يشرب اللبن ما عندوش مشكل اذا شكرا دكتور على كل ما قدمته